تشبه حنايا الوقع والحرق والدمار التي تعيشه اليمن ككل وتعز بشكل خاص. تجد بأن التعب هو المسيطر على الحياة التي تنتج الخوف والوقع واليأس. فعلا اليأس هو المتحكم في حركات الإنسان. لكن هناك ضوء ينبثق بين جدران أنهكها الدمار ويشع الأمل ويصنع من اليأس المفروض برائحة البارود الأمل برائحة شقر تعز وعبقها وتولد الفكرة وحتى المشروع الذي يبدد غيوم اليأس ويلبسه ثوب العافية والثبات والقوة. في حكايتنا المتنوعة على قناة عدن الفضائية وفي برنامج إرادة تخلق إنسان سنسرد منها واقعا مؤلم صنع الريادة والأمل والتفاؤل. لا أطيل عليكم، نحن في برنامجنا رائدات في زمن الحرب نعطيكم جرعة أمل وقوة وإرادة، فتعالوا معنا في حلقاتنا المتنوعة، حلقاتنا ستكون شاهدة على ما نقوله. هناك هواية وعمل فحنان عبد العزيز عبد عثمان حبها للمطبخ جعلها من النساء العاملات في مجال صنع الطعام من منزلها. رغم أنها خريجة صيدلة إلا أنها فضلت العمل في منزلها وبالشيء الذي تحبه مطبخها وأصبح لها اسم بان فود. لم يكن هذا المشروع وليد اللحظة، إنما بدأ قبل الحرب وتعثر بسبب المواد وأيضا تغير العملة والحصار المفروض على تعز وموادها التي ترسلها من صنعاء، ولكنها لم تقف واستمرت بصناعة أكلاتها البسيطة وتطوير نفسها بكل ما هو مطلوب، وأصبح مطبخها مكتمل بكل الأكلات الخفيفة وغيرها من الكبسات. حنان عنوان الصمود في زمن الحرب والكفاح الذي تصدرته المرأة في تعز المحاصرة. حنان عبد العزيز عبد عثمان مقدر صاحبة مشروع نان فود. البدايات كانت في 2014. أول شيء بدأت في المحيط الحولي، فكانت في بداياتي في عمل البيتي فور والمعمول، ومن بعدها سندوتشات الطعمية. وعشان الأصناف هذه كانت تشتهر أكثر كنت أسوي أيام مفتوحة. البدايات كانت صعبة بما أنه كانت في بداية حرب، وكنت أحاول أوفر الحاجات والمواد من صنعاء، لكن كانت تتأخر بسبب الطريق وكذا، لكن الحمد لله عدت. ومن بعدها بدأت في عمل عشار الزربيان ولقى إقبال كثير، وبعدها دخلت بأصناف كثيرة، المعجنات، البيتزا، الكرواسون، الأقماع، سندوتشات الدجاج. وفي 2019 بدأت أضيف أصناف أخرى جديدة، دخلت بوجبات الغداء. و2020 و2021 بدأ مشروعي يتوسع أكثر، فدخلت بمجال الزربيان، العقدة، السلطات، المقليات، وهذه كانت هي بدايتي في مشروعي. المعوقات التي واجهتها في مشروعي
كانت أول شيء ارتفاع الأسعار، ارتفاع الأسعار بشكل جنوني بسبب ارتفاع الصرف. فكنت أول ما أحب إني أرفع الأسعار، يعني أقول إنه الناس بتنتقد ليش بدأت بسعر كذا ورجع بسعر كذا. فبعدين جلست بيني وبين نفسي أقول إنه الحاجة الحلوة كيف ما كان سعر إنها بتمشي. فكنت أنزل إعلان إنه ارتفع السعر، فبزيد يعني بحدود 200 إلى 300 ريال، فكان الإقبال ما شاء الله. والحاجات اللي كانت كمان بالنسبة لي تصعب إنه ما لاقيش أيدي عاملة تشتغل بنفس الجودة اللي أشتغلها. فحاولت إني أطور نفسي بنفسي وأشتغل بنفسي، يعني ولو بختار أحد يعني أجيب 2 محدودين. فبعد كذا واجهت صعوبة إنه خلاص 2 هذم قد سافروا، ما عاد فيش إنه أحد يشتغل معايا. فحاولت إني أستقبل عدد محدد، وبحكم إنه والدي تعبان وكذا فما استقبلش طلبيات الأعراس. يعني مش حلو إني أوعد شخص أقول له إني يعني بعمل لك الطلبية ويجي لي يومها وأنا مش قادرة، يعني يحصل معي ظرف أو كذا. فاكتفيت بالطلبات اليومية أو ممكن طلبيات خطوبة جنبها فقط. الشيء اللي دفعني للشغل في هذا المجال إني أحب المطبخ وأحب الحاجات اللي تشمل المطبخ بشكل عام. فأنا صح خريجة صيدلة، لكن أحب أشتغل الحاجة اللي أنا أشوف نفسي مرتاح فيها. فشفت شغل البيت كان الأنسب والأفضل لي، فبدأت أشتغل من البيت، وإن شاء الله يعني مع الأيام أفتح مشروعي الخاص ويكون نسائي فقط. نظرتي المستقبلية في مجال مشروعي في الوقت الحالي مكتفية بما أنا فيه، لكن في المستقبل إن شاء الله أحاول أفتح محل خاص فيني وأقدم حاجات أفضل إن شاء الله، تكون كل شيء متوفر. فأسعى إني أقدم دائماً الأفضل، لكن في الوقت الحالي مكتفية يعني بطلبات البيت، وأشوف إنه هذا الشغل أريح بالنسبة لي، بحيث إنه وقت ما أشتي أشتغل أشتغل، وقت ما أشتي أوقف أوقف، إني ما أكونش ملتزمة بحاجة معينة. رسالتي اللي أوجهها لكل واحدة تبدأ تفتح مشروع إنها تكون أول حاجة واثقة كل الثقة إنها بتوصل لكل حلم يعني تسعى لتحقيقه. أول حاجة أول واحدة تفتح مشروع تتقبل أي نقد سواء كان حلو أو مش حلو، وتكون يعني مع زبائنها ترد بأسلوب لطف، بحيث إنها يعني ما فيش أحد يقدر يمسك عليها أي كلمة. يعني أغلب الناس، إحنا في مجتمع أغلب الناس فيه منتقدين، فما تفتحيش أي مجال لأي شخص إنه يأثر عليك أو يحبطك أو إنه يوقف شغلك.
اسعي وإن شاء الله كل شيء بتوصلي له، والإنسان دائما اللي يثق إنه ربنا معه بيوصل لكل شيء. بالنسبة لهذا طبق فتوش عبارة عن مقليات وسلطة، وعبارة عن خلطة من المايونيز. هذا عبارة عن صوصات، سبايسي صوص وصوص من مايونيز وصوص الجبنة وصوص الطحينية. هذا عبارة عن وجبة سوربيان مع بسباس وسلطة بصوص الطحينية وسلطة بصوص الجبنة. هذا عبارة عن وجبة غداء زربيان دجاج مع سلطة بصوص الطحينية وسلطة بصوص الجبنة وبسباس. هذا عبارة عن كفتة داود باشا، يعني عبارة عن لحم مفروم. بالنسبة لهذا بهارات الزربيان، تشيز اللوتس، سندوتشات طعمية بصوص المايونيز، بيتي فور، كعك سمسم، كرواسان. لا يوجد مستحيل، ليس للكلمة مكان عندك، لا أحد يقدر أو يشعر أو يكون أنت. واقع متعب إلى واقع العمل والأمل والتفاؤل، عقول تنحت الصخر وتجعل من المستحيل ممكن، إرادة ناطحت الألم وأبدت طريحا ولملما الذراع، وميض نور ينساب في قصصنا اليومية التي تحاكي عن احتياج، ومن رحمه تأتي الأفكار والأعمال لينزح بعيدا عن الفاقة، ويكون النجاح حليف بطلتنا وتفتح آفاق العمل. ففي كل يوم حكاية تحاكي الإرادة التي صنعت إنسان. ببرنامجنا اليومي إرادة تخلق إنسان، أبطالنا كثر، فانتظرونا مع حلقة قادمة مليئة بالقوة والإرادة التي تمنحنا جميعا إرادة وقوة لخلق إرادة إنسان. وإلى الملتقى.